السلام عليكم، انا تنهتم بالجانب البيئي واماتور ديال التياتر. الجانب البيئي يعني كنعطي التوعيه للسكان كيفاش النفايات ما تكونش في الشوارع، ونكونوا عندنا ازقه نظيفه في البلد ديالنا، وكيفاش ناخذوا يعني داك البلاستيك وداك الشيء اللي تيتلاح في الطبيعه ونحولوه الى اشياء فنيه. إعادة الهيكلة ونحولوا إلى شي حاجة اللي فنية اللي نقدروا نستعملوها في البيت ديالنا أو لا في الديكور. المهم انتفعوا بها وما نخليوهاش تلح في الطبيعة، خصوصا بأن مادة البلاستيك تعرفوها بأن تتطلب عند واحد المدة تفوق 100 سنة باش تحلل. إذا إلا عالجناها وصنعنا منها في معامل تربوية شي حاجة اللي هي فنية، رحنا حافظنا على البيئة. الناس اللي تهتموا بالجانب البيئي اول حاجه خصها تكون عندهم الثقافه ديال النفايات يعني تلاح في لي بوبيل، وثانيا خصنا تكون عندنا التوعيه ديال فرز النفايات، يعني البلاستيك بوحدو، الزجاج بوحدو، والكارتون بوحدو، ويمشيو لديور الشباب ويستافدوا معامل تربويه. معامل تربويه تما غادي يتعلموا كيفاش غيديروا الروسيكلاج، كيفاش يخدموا البلاستيك، كيفاش يصوبوا شي حاجه لا كرياسيون ديالهم هما، ابداعات ديالهم هما، ويفيدوا بهم المكان اللي تيتواجدوا فيه، وبالتالي يفيدوا حتى الوطن باكمله. وفي هذه الطريقه غادي يكونوا ساهموا في النظافه ديال الوطن وساهموا على الحفاظ على البيئه ديالنا. شكرا.